لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لأول مرة تغيب صلاة التراويح في رمضان. لا شيء تغير في فضائل الشهر الكريم، لكن رمضان 2020 ليس رمضان السنوات السابقة. فيروس كورونا خطف فرحة المسلمين برمضان. رمضان بنكهة الحجر الصحي المنزلي. الأمة الإسلامية تستقبل الشهر الفضيل وأبواب المساجد موصدة. فرمضان تغيب عنه هذه السنة الشعائر الدينية الجماعية وفرحة الزيارات العائلية وفرجة الشوارع الليلية. الكعبة الشريفة تفتقد اليوم للطائفين والعاكفين ممن اعتادوا تأدية مناسك العمرة خلال رمضان. بيت الله الحرام يحن لزواره وينتظر الفرج القريب. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الحجر الصحي فرض العزلة على الصائمين خلال الشهر المبارك، لكنه لم يمنع أصوات الآذان من أن تصدع في المساجد، ولم يحجب تلاوات القرآن المعبقة ليوميات الصائمين، ولا لدعوات المتعبدين الرافعة أيديها عنان السماء راجية من الله عز وجل التعجيل برفع البلاء ودحر الوباء. رمضان كريم لكل المسلمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث.